نحن هل برأيك اليوم انطلاقا من المواقف الإسرائيلية ومن المواقف الدولية وبعد ما حصل أمس في قمة القاهرة والمواقف اللي سمعناها، هل نحن متجهون إلى تصعيد إضافي في غزة وخيار التصعيد والذهاب نحو اجتياح بري في ازدياد؟ هذا الخيار ربما هو الأكثر احتمالا اليوم وكان قبل ذلك أيضا، لأن الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير قدرة حركة حماس، وقدرة حركة حماس ما يتعلق بالحكم وما يتعلق بالقدرات العسكرية، وهذا لا يكون بالطيران أو بالقصف الجوي أو بالصواريخ، إنما تحتاج إلى دخول، وهكذا هم يرودون ذلك. لذلك على الأغلب أن دخول أو الاجتياح البري سيكون قريبا بعدما استنفذت تحضيراتها لهذه العملية بعد أكثر من 15 يوم، جعلت قدرة الحياة محدودة في قطاع غزة وخاصة في مدينة غزة وشمالها، قامت بعمليات تدمير لبعض الأحياء من أجل أن تكون نقاط ارتكاز لسلطات الاحتلال أو لجنود الاحتلال الإسرائيلي. هذا المعنى أن إسرائيل ذاهبة لحرب برية من أجل ما قلناه هو الأهداف الرئيسية لهذه الحرب. لكن هل تستطيع الاستمرار فيها أم لا تستطيع؟ هل ستبقى لمدة زمنية طويلة أم أنها ستنسحب؟ وهذه الخيارات أمام إسرائيل صعبة، ليست خيارات جيدة إنما هي خيارات سيئة بالنسبة لإسرائيل. على سبيل المثال، إعادة الاحتلال يعني أن المقاومة ستستمر لسنوات طويلة، ووجود الاحتلال الإسرائيلي سينهك جنود الاحتلال الإسرائيلي وهذه المنطقة الجغرافية الصغيرة لكن مكتظة بالسكان. لذلك عندما سمعنا الرئيس الأمريكي بايدن ينصح الإسرائيليين بعدم الاحتلال، هو يأتي من تجربته في أفغانستان بعد 20 عاما أعاد تسليم السلطة لحركة طالبان. في العراق ذات الشيء، هناك خسائر بشرية كبيرة تكبدها الاحتلال الأمريكي في العراق. لذا الاحتلال أو استمراره يعني إيقاع الجيش الإسرائيلي في وحل غزة. أما إذا قامت بعملية برية ومن ثم انسحبت، سيبقى هناك فراغ سياسي، وأيضا يمكن لمجموعات مختلفة مسلحة قد تكون أكثر عنفا بين قوسين من حركة حماس أو من التنظيمات السياسية الأخرى. أما الخيار الثالث وهو التسليم للسلطة الفلسطينية، لا أعتقد من ناحية أولى أن السلطة الفلسطينية قادرة أو راغبة بالذهاب إلى قطاع غزة على ظهر دبابة، وهذا سيكون خيار سيء بالنسبة لنتنياهو الذي عمل على مدار سنوات طويلة بإضعاف السلطة الفلسطينية في المقابل إبقاء الانقسام الفلسطيني الداخلي. وما قاله أول أمس وزير الجيش الإسرائيلي، إنتاج سلطة أو حكومة أو جهة أمنية تملأ هذا الفراغ سواء فلسطينية أو باتفاق عربي ودولي، لا أعتقد أن أي من الأطراف الفلسطينية راغبة بالذهاب إلى ذلك. وهناك تجارب متعددة، هم لا يفقهون التجارب والتاريخ التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي. انظر على سبيل المثال ما جرى في جنوب لبنان بإنشاء منظومة لحد وتم تدميرها في عام 2000 وانتهت، أي لم تنجح. في الضفة الغربية حاول أن يكون هناك ما يسمى بروابط القرى في بداية سنوات الثمانينات، لكن أيضا فشلت ولم تستطع الحياة. أي نظام جديد لا يكون متفق عليه وطنيا فلسطينيا ومتفق عليه من قبل المقاومة الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة لن ينجح ولن يتمكن من ذلك. لذلك هم يخشون بالاستمرار بالاحتلال الإسرائيلي الذي فيه تكلفة باهظة على الاحتلال، لأنه سيكون هناك احتكاك مباشر بالمواطنين، وأن العمليات ستجري كما كانت قبل عام 2005 وكما كانت في الانتفاضة الثانية وقبلها في الانتفاضة الأولى. هذه الخيارات الصعبة على إسرائيل أخر ما يتعلق بالاجتياح البري. فينا نقول أخر أم ألغى، يعني انطلاقا من كل الأسباب اللي ذكرتها؟ نعم، أخر هذا الاجتياح أم أنه لن يكون هناك خيار اجتياح؟ لا، موجود أخر هذا الاجتياح ولكنه وارد. خلال أمس أو الأمس على سبيل المثال زيارات متكررة لوزير الجيش الإسرائيلي
وكذلك لمجلس الحرب الإسرائيلي إلى الجنوب والاجتماع مع الضباط ووعدهم بالدخول إلى قطاع غزة، أنكم سترون من قطاع غزة بنايات غزة. هناك عوامل أخرى أخرت ما يتعلق بهذا الاجتياح، على سبيل المثال المناوشات والعمليات التي تجري في شمال فلسطين وفي الجنوب اللبناني، الخشية من دخول أطراف إقليمية إلى هذه الحرب. لذلك جاءت الإدارة الأمريكية ببوارجها إلى البحر الأبيض المتوسط على سبيل المثال. يعني هناك مجموعة عوامل أخر ذلك. انظر على سبيل المثال ما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين، وهناك حركة اليوم في إسرائيل لمنح مزيد من الوقت من أجل تبادل الأسرى، حتى أن بعض أهالي الأسرى الإسرائيليين قالوا فليخرج كل المعتقلين الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال في سجون قبل استعادة الأسرى من أجل استعادة ذويهم. الأمر هذا فيه مجموعة من العقبات، لكن الجيش الإسرائيلي اليوم تحديدا في عقليته يريد الانتقام من قطاع غزة. لماذا يريد الانتقام؟ ليس فقط من أجل العملية التي جرت وعدد القتلى الذي تم في هذه العملية، من أجل استعادة مكانته داخل المجتمع الإسرائيلي. هذه البقرة المقدسة للإسرائيليين أو عند الإسرائيليين وهو الجيش أصبحت غير مقدسة، وبات حولها نقاش على أهميتها ومكانتها وضرورة دفع الأموال الباهظة للجيش والأجهزة الأمنية التي فشلت يوم 7 أكتوبر. يريدون استعادة هذه الصورة أمام المجتمع الإسرائيلي، لذلك هم يصرون على الذهاب لعملية برية. حجم هذه العملية وكيفيتها ووقتها والزمن الذي ستستغرقه، هنا النقاش لدى المؤسسة الأمنية وكذلك الجهات السياسية. والأمر الآخر هو عندما يكون هناك اجتياح بري، يعني أن هناك ضحايا كثر وهناك جرائم كبيرة سيرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان، يخشون من تغير الصورة الدولية حول مكانة إسرائيل وبين قوسين قيم إسرائيل المرتبطة بالغرب، وهذا قد يحدث تحولا إضافيا عما نشهده اليوم من تحركات شعبية على المستوى الشعوب ومن تغيرات وإن كانت طفيفة على مستوى مواقف بعض الدول الأوروبية. هذا الأمر هو الذي يبطئ من العملية العسكرية، ناهيك عن محاولة إسرائيلية لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة وخاصة المقاتلين منهم. كلما أطال أمد عدم الدخول البري يعني حصار أكبر على الفلسطينيين وعدم إيصال المؤن للمقاتلين، الأمر الذي سيضعف أو قد يضعف من قدراتهم العسكرية في مواجهة جنود الاحتلال الإسرائيلي.